إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الجانب من اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، واستمعنا لبعض الكلمات من الحاضرين، منهم مبعوث الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. نقاط كثيرة أكد عليها المتحدثون لعل يجمع ما اتفقوا عليه: ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم كل الجهود التي تدعم الشعب الليبي في الحصول على وطن آمن مستقر وتحقيق الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خريطة الطريق. أبدأ بأهم النقاط التي جاءت في كلمة السيد أحمد أبو الغيط، حيث أكد على أهمية الدور الذي تقوم به الجزائر في دعم الحلول السياسية التوافقية في ليبيا، وأيضا أشار إلى تذكرة تاريخية بأهم النقاط التي مرت بها المرحلة الأخيرة من التسوية في ليبيا، فذكر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه على وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020، وأيضا الاتفاق على خطة خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية في نوفمبر عام 2020، فضلا عن الاتفاق على فتح الطرق بين شرق ليبيا وغربها، مؤكدا على أن سياسة الجامعة تجاه ليبيا ترتكز على عدة نقاط، لعل من بين أهمها أن الجامعة تؤكد على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل، وكذلك مسألة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بمثابة أمر ضروري طبقا لوجهة نظر جامعة الدول العربية للانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، فضلا عن التأكيد على توحيد مؤسسات الدولة الليبية كأحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية. مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يان كوبيتش، نعم سأذكركم لاحقا بأهم ما جاء بكلمة يان كوبيتش، لكن دعونا بداية نرحب بالأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أهلا بك أستاذ يسري. أهلا بك أحمد أستاذ المشاهدي. إلى أي مدى يعني هذا الاجتماع يمثل نقطة مهمة في دعم الشعب الليبي ودعم الليبيين في الوصول إلى حالة من حالات الاستقرار وتحقيق ما اتفق عليه من خطوات في خريطة الطريق؟ بالتأكيد هذا الاجتماع يأتي في وقت مهم وفي إطار مهم للغاية، وهو قرب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، وهي الانتخابات التي يأمل العالم كله في أن تكون نهاية في لفترة الاضطراب السياسي والأمني في ليبيا، وإنشاء ورئاسة مؤسسات ديمقراطية راسخة ومستقرة خلال الفترة الماضية تنهي سنوات من الحرب وسنوات من فترة كبيرة عاشها الشعب الليبي للأسف، وعرقلت مسيرة التنمية في ليبيا. وبالتالي عندما ينعقد هذا المؤتمر لدول الجوار المؤثرة بقوة في الشأن الليبي، أعتقد أنه يأتي لمساندة ليبيا والمؤسسات الليبية في هذا الوقت الحرج، ودعم المؤسسات الانتقالية المؤقتة في التحضير للانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل. هناك أقل من 4 أشهر على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وبالتالي لابد من دعم إقليمي أولا ثم دعم دولي لإجراء هذه الانتخابات، وإجبار الأطراف الموجودة في الداخل الليبي على التوافق على قاعدة دستورية لإجراء هذه الانتخابات، وهي مسألة ما زالت عالقة وما زالت الخلافات تسيطر عليها حتى الآن. هناك في نفس التوقيت كانت هناك جلسة للبرلمان الليبي في مدينة طبرق لاستجواب الحكومة الليبية، وربما كانت هناك سجالات خلال الفترة الماضية بين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بخصوص عمل الحكومة، وأن الحكومة لم تقم بواجبها، وأن هناك بعض المشاورات داخل مجلس النواب لاستجواب هذه الحكومة. وبالتالي كل هذه أعتقد أنها اضطرابات في العملية السياسية الليبية. البرلمان الليبي اتخذ قرار بتأجيل هذا الاستجواب إلى حين آخر، ربما لعدم تعقيد المشهد الليبي في هذا التوقيت بالذات. وبالتالي أعتقد أن كل هذه المعطيات الموجودة الآن على الساحة الليبية أعتقد أنها ستكون حاضرة على طاولة هذا الاجتماع المهم المنعقد في الجزائر لمحاولة مساعدة الليبيين على لملمة المشهد في ليبيا والتحضير لهذه الانتخابات المهمة
للغاية وتوحيد المؤسسات الليبية. إذا ما توقفنا أمام بعض النقاط بشيء من التفصيل مع حضرتك، ونبدأ بيان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، ولعل حضرتك انضميت إلينا وأنا أحاول أن أذكر مشاهدينا ببعض ما جاء على لسان يان كوبيتش منذ قليل. الرجل بشكل أو بآخر ركز على مسألة اللاجئين وضبط الحدود إلى غير ذلك، لعل حضرتك تابعت هذه الكلمة. هل هذا الأمر يعني مقلق بدرجة كبيرة بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة للغرب؟ بالتأكيد مسألة اللاجئين مهمة للغاية بالنسبة للأمم المتحدة، لأنها مسألة إنسانية بالأساس، وتقع على عاتق المنظمة الدولية عملية الهجرة غير المنظمة التي تجرى على الأراضي الليبية، سواء في البحر المتوسط أو سواء إلى القارة الأوروبية. الغرب لا يريد لليبيا أن تكون دولة هشة، دولة ضعيفة، دولة تكون ممر لألاف وملايين اللاجئين إلى الحدود الأوروبية كل فترة. وبالتالي هذه المسألة أعتقد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعولان عليها كثيرا، وهم يعلمان تماما أن هذه المسألة لن يتم ضبطها إلا عندما توجد حكومة مستقرة في ليبيا، وعندما يوجد جيش قوي في ليبيا، وعندما توجد مؤسسات ليبية واحدة مستقرة وقوية تستطيع ضبط هذه المسألة، سواء مسألة الهجرة أو مسألة الانفلات الحدودي سواء من البحر المتوسط أو القادمين من الدول القارة الإفريقية عن طريق تشاد وغيرها. وبالتالي الوضع في ليبيا بهذه الطريقة الموجودة الآن أعتقد أنه وضع هش، وضع رخو، وبالتالي يعمل على زيادة عدد المهاجرين، وبالتالي الأمم المتحدة تريد أن تضبط هذا الموضوع لأنه يعتبر صداع، وهي المسؤولة كمنظمة دولية عن ملايين اللاجئين وحول العالم، وليبيا جزء من هذا العالم. وبالتالي المبعوث الأممي عندما دعا لهذا الأمر كان يريد لدول الجوار الليبي أن تساهم في ضبط هذه الحدود، لأنها الوضع في ليبيا الحكومة الليبية لوحدها غير قادرة على ضبط هذا الأمر، وبالتالي هو يطلب مساعدة دول الجوار حتى تستقر الأمور في ليبيا وحتى تجرى الانتخابات، بالإضافة إلى أنه يطلب من دول الجوار أن تساعد ليبيا في التحضير للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، لما تمتلكه هذه الدول من خبرات كبيرة سواء مصر أو الجزائر أو تونس. حضور تركيا وقطر هل له دلالة برأيك للمؤتمر؟ لأنه مفترض أن وزراء خارجية دول الجوار. أعتقد أن حضور، ولو حضور تمثيل بالنسبة لقطر وتركيا على أساس أنهما ضالعان في الملف الليبي بشكل أو بآخر، فهما تركيا لديها قوات في الأراضي الليبية ولديها مرتزقة في الغرب الليبي، بالإضافة إلى أن قطر تساعد الحكومة الليبية والميليشيات الموجودة في غرب ليبيا بالسلاح وبالمال، وبالتالي سواء بشكل أو بآخر منخرطين في الأزمة الليبية. وربما تمثيل كل منهما في هذا المؤتمر يعطي دلالة أو يرسل رسالة بأنهم عليهم أن ينخرطا في حل هذه المسألة، وأن تقوم تركيا بسحب المرتزقة والقوات التركية من غرب ليبيا، وهو ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممي ووزير والأمين عام جامعة الدول العربية. كل هذه الكلمات طلبت بسحب المرتزقة الأجانب والقوات التركية من ليبيا حتى تتحضر ليبيا لإجراء الانتخابات. وجود هذه القوات في هذا التوقيت وقبل إجراء الانتخابات بالتأكيد سيؤثر على سير العملية الانتخابية وسيؤثر على الاستقرار في ليبيا، لأن فوضى السلاح ستستمر. هذه الميليشيات وهؤلاء المرتزقة الموجودون في ليبيا سيعملون على عرقلة العملية السياسية في ليبيا، ورأينا الاشتباكات التي تجرى بين حين وآخر سواء في مدينة الزاوية أو في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من مناطق الغرب الليبي. كل هذا يعقد المسألة الليبية ويهدد مسألة تحضير الانتخابات المقبلة، وبالتالي كان لابد أن تكون تركيا وقطر موجودتان حتى يتم إرسال وإيصال رسالة لهما بأنهما لابد أن تكون لهما مساهمات إيجابية في حل المسألة الليبية، وأن تقوم تركيا بسحب القوات التركية والمرتزقة حتى تستقيم الأمور وحتى تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات المقبلة.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يسري على هذه المشاركة معنا، الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. كان هذا كل ما لدينا في تغطية حية لمؤتمر وزراء خارجية دول الجوار حول ليبيا والذي يعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر، وبالتأكيد هذا الموضوع سيحظى بمتابعات إخبارية على امتداد خدماتنا اللاحقة. ابقوا دائما معنا، إلى اللقاء.